وزارة الخارجية الأمريكية تغلق قنصليتها في جدة بعد إعلانها عن عملية إطلاق نار بالقرب منها، والخارجية السعودية تدين بشدة. حادث إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في مدينة جدة أشعل مواقع التواصل، وبينما لم ترد أي معلومة تفصيلية حول حيثيات ما حصل، إلا أن تحقيقات بحسب الشرطة السعودية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث. من جهتها كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن مقتل شخصين في حادث إطلاق النار، أحدهما عنصر أمن تابع للقنصلية والآخر هو المسلح المهاجم. وفي السياق أكدت الخارجية الأمريكية أنه لم يصب أي مواطن أمريكي خلال الاشتباك، وأن المهاجم توفي على يد قوات الأمن السعودية، إلا أنها وفي الوقت عينه أعلنت عن إغلاق قنصليتها في بيان رسمي لها. وكالة الأنباء السعودية واس أكدت الخبر ونقلت عن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة وقوع الحادث ومقتل المهاجم وعنصر أمن القنصلية. وفي التفاصيل قالت الشرطة السعودية أن أحد الأشخاص كان يستقل سيارته قرب القنصلية، ثم ترجل منها حاملا سلاحه في يده وتوجه لمهاجمتها. ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث. ووفق البيان أضافت الشرطة أن الجهات الأمنية المتخصصة بادرت بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن ذلك وفاته، إضافة إلى تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته. وفي سياق منفصل أقدم أحد المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف في مسجد في السويد، وذلك بعد صلاة عيد الأضحى، مما دفع بوزارة الخارجية السعودية للإعراب عن إدانتها واستنكارها الشديدين. وفي بيان لها وصفت هذه الأعمال المتكررة بالبغيضة، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بأي تبرير يتعلق بها، خصوصا أنها تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية وفقا للبيان. هذه الأعمال بحسب الخارجية السعودية تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، كما أنها تقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.